هذا وتواصل مراكز التطعيم في مختلف محافظات مملكة البحرين تسجيل إقبال كبير من قبل المواطنين والمقيمين على تلقي مختلف التطعيمات ضمن الحملة الوطنية للتطعيم حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الخميس أكثر من مليون ومئة وخمسة وسبعين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعه الثانيه من التطعيم مليونا ومائه واربعين الف شخص هذا وقد تلقى الجرعه المنشطه اكثر من اربعمائه وخمسه واربعين الف شخص